معانا على الهاتف الاستاذ عبد الله الحرازي، رئيس القسم الرياضي بجريده المدينه السعوديه. استاذ عبد الله، مساء الخير. مساء النور. حقيقه رئيسا سابقا وليس حاليا. نعم. رئيسا سابقا. انا للاسف الصوت مش واضح بالنسبه لي حضرتك. عفوا يا استاذ عبد الله، الصوت ما كانش واضح دلوقتي. حضرتك بتقول رئيسا سابقا؟ سابقا وليس حاليا. سابقا. اهلا بك، الصوت كده واضح بالنسبه لي. استاذ عبد الله اتفضل، قول لنا حقيقه الخلاف بين نادي اهلي جده واللاعب اليوناني ومحتوى هذه الشكوى التي تقدم بها اللاعب الى الاتحاد الدولي لكره القدم. بسم الله الرحمن الرحيم، امسي عليك وعلى جمهور النادي الاهلي وتابعي قناه الاهلي. الحقيقه فيما يخص هذه الشكوى، كما تعلم هناك بعض الخلافات ما بين اللاعبين والأندية في المملكة العربية السعودية. نعم. ولكن معظم هذه الشكاوى ومعظم هذه الحقوق الجاري الآن تصفيتها تماما بالتعاون ما بين الأندية السعودية والهيئات والهيئة العامة للرياضة. نعم. التي تكفلت بسداد جميع مستحقات أو الديون المستحقة على الأندية السعودية والتي بلغت نحو مليار ريال. وذلك لماذا؟ لأن الهيئة تريد للأندية السعودية أن تدخل إلى المرحلة المقبلة، وهي مرحلة الخصخصة المتوقعة مع نهاية مع بداية العام الجديد 2019، خالية من الديون، نظيفة، بحيث يمكن للمستثمرين المساهمة، يمكن للمستثمرين المساهمة في تملك الأسهم الخاصة بهذه الشركات. للمستثمرين، نعم. يمكن للمستثمرين الاستثمار في القطاع الرياضي وشراء، نعم، الأندية هذه. نعم. نعم. وبالتالي هل هذه الأزمة قائمة على تقاعس للاعب عن أداء دوره أو الالتزام ببنود عقده أم عدم، يعني هي أزمة مالية؟ احنا نعلم دائما أبدا أن الأندية السعودية من الأندية اللي بتتمتع بغطاء مالي وتمويلي جيد، فليس لديها في المعتاد مشكلة في سداد الدفعات الخاصة بمستحقات اللاعبين. لا لا أستاذ العزيز، لا لا، الأندية السعودية كان لديها مشكلة، ومشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة، في السنوات الأربع الأخيرة كان لديها مشكلة كبيرة جدا تمويلية، كما ذكرت، مالية، وكما ذكرت لك يعني على سبيل المثال وصلت ديون نادي الاتحاد إلى 300 مليون، النصر فوق 270 مليون، الأهلي نفسه حوالي 115 مليون، كل الأندية كان لديها أزمة، ولذلك اضطرت الهيئة العامة للرياضة إلى التدخل وإصلاح الوضع الخاطئ الذي كان قائم. ومن ضمن الخطوات الإصلاحية التي أقدم عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ يومين، وبالتحديد بعد حوالي 48 ساعة من خروج المنتخب من كأس تصفيات من النهائيات كأس العالم، لإجراء اتخاذ إجراءات جديدة جدا من ضمنها تحديد سقف اللاعبين، رواتب اللاعبين السعوديين والعقود وما إلى ذلك، إصلاح منظومة التمويل الخاص بكرة القدم وهيكلة جديدة مالية للأندية. بالطبع. نعم. طيب في هذه الحالة لو لدى لاعب مستحقات لدى نادي من الأندية السعودية وتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي، إلى أين من خلال متابعتك لهذه المشكلة تتوقع أن يذهب هذا الأمر؟ هل تتوقع أن يصدر أمر أو قرار يوقع عقوبة من الاتحاد الدولي على نادي أهلي جدة السعودي، أم أن موقف النادي فيما دفع به إلى الاتحاد الدولي سليم ومناقض لما يدعيه اللاعب؟ الحقيقة فيما يخص القضايا الدولية، الأهلي السعودي بالأمس انتهى من مشكلة وانخلاف كان قائم بينه وبين اللاعب البرازيلي ليوناردو، وجرى تسديد حقوقه، واعتقد انه لن تصل الامور خص المستحقات الماليه للاعبين غير السعوديين الذين يلعبوا في الدوري السعودي او لعبوا في الدوري السعودي سابقا الى تصل الى مرحله العقوبات. هي مره واحده او مرتين حقيقه طبقت فيها العقوبات، كانت على ناديي الاتحاد والشباب. الان كما ذكرت لك سابقا بان الهيئه العامه للرياضه تدخلت تدخلا قويا وبدعم من الدوله لإنهاء هذه المشاكل وإطلاق ملف المستحقات المالية على الأندية تماما ودخول مرحلة جديدة، لا سيما أن الدوري السعودي سيبدأ في الشهر المقبل، في شهر أغسطس المقبل، ب 16 فريق ومرحلة جديدة سيشارك مع كل نادي 8 لاعبين أجانب. نعم.
أنا بشكرك جدا على المشاركة معنا في هذا الحوار، الزميل الأستاذ عبد الله الحرازي الرئيس السابق حسب ما أكد أو صحح لنا هذا التعريف الوظيفي، قال أنا رئيس القسم الرياضي سابقا لجريدة المدينة السعودية. بنسعد بمشاركتك معنا في الحوار دائما أبدا على شاشة قناة الأهلي. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله.